قبل الفاصل كنا خدنا فكرة عن درجات الحرارة في محافظات مصر المختلفة، النهاردة وصلت لكام؟ تعالوا بقى نعرف الجو هيكون عامل ازاي كام يوم الجايين. فمعانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ صباح الخير، الحمد لله تمام. الحمد لله. يا ترى اللي جاي عامل ازاي بقى جويا؟ هو طبعا احنا بدأنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية، فترة النهار وفترة الليل بدأت حصل. درجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية، وده حصل. اللي متوقع إن شاء الله يستمر معانا على الأقل لنهاية هذا الأسبوع. يعني احنا لنهاية هذا الأسبوع لحد يوم الجمعة درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى أقل من المعدل، ما بين 33 34 درجة مئوية فترة النهار. جميل. وده بفعل إن احنا بنتأثر بامتداد لمنخفض جو الطبقات الجو العليا، بيعمل على انخفاض درجات الحرارة، توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فبالتالي بيخلينا أحس بنسب رطوبة أقل وأشعر بالتحسن في الأحوال الجوية. صحيح. فترة النهار مع فترة الظهيرة تحديدا ممكن نحس بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى أو الوجه البحري، كمان مناطق المطلة على البحر المتوسط سواحلنا الشمالية. المناطق الجنوبية تشهد أجواء شديدة الحرارة فترة النهار، لكن هي أقل حدة بكثير من الأيام الماضية، لأن كمان حتى محافظات الصعيد بدأت درجات الحرارة تنخفض عليها وتكون 41 42 درجة مئوية في جنوب الصعيد، نتيجة طبعا وجود نسب رطوبة في الجو ممكن نحسها أعلى بحوالي درجتين، يعني ممكن المحفوظ توصل ل 35 36 درجة مئوية، لكن أيضا هو تحسن عن الأيام الماضية أو موجات ارتفاع في درجات الحرارة. مع دخولنا في فترة الليل وغياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، خاصة كمان إن احنا فترة الليل وفترات المساء بيبقى فيه نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح بيساعد بشكل كبير على إحساسنا بنسب رطوبة أقل، فبيساعد إن احنا نحس بانخفاض درجات الحرارة، ونسمات الهواء اللطيفة اللي بدأنا نحس بيها فترات الليل بشكل كبير في معظم المحافظات وخاصة في المحافظات الشمالية. بالإضافة كمان متوقع استمرار تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والشبورة المائية دي هتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. مهم جدا ناخد بالنا قائدي المركبات والمسافرين على طرق فترة الصباح الباكر، لازم تكون القيادة بهدوء تام. ننوه كمان على الأمطار اللي بتبقى موجودة معانا خلال هذه الأيام، موجودة على بعض المناطق بين جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابة، عليهم أمطار رعدية، والامطار الرعديه نتيجه استمراريتها ممكن تؤدي تشكل بعض السيول الخفيفه، فناخد بالنا الناس الموجوده في او موجود في سانت كاترين او في دهب او في طابه، ناخد بالنا من كميات الامطار اللي ممكن تؤدي تشكل سيول خفيفه على الطرق، فلازم تكون طبعا القياده بتتم على اغلب الطرق المؤديه من والى سانت كاترين ودهب وطابه. كمان اليوم في ترملحه بحريه على البحر الاحمر وخليج السويس، يعني البحر الاحمر وخليج السويس ارتفاع الامواج بيوصل فيه ما بين 2 الى 3 متر، وهيبقى مضطرب وغير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن ان شاء الله من بكره هتعود ثاني الملاحه البحريه لطبيعتها وتبدا ثاني تهدأ الامواج وتهدأ سرعات الرياح، ويكون في اعتدال في سرعات الرياح على البحرين، وبالتالي البحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. لكن بصفه عامه احنا هنشعر بالتحسن في الاحوال الجويه ده لحد نهايه الاسبوع، ممكن مع مطلع الاسبوع اللي جاي درجات الحراره تزيد درجه، لكن مش هيكون ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. يعني مش هنوصل من هنا لغايه اخر شهر اغسطس ان شاء الله للي وصلنا له الشهر اللي فات شهر 7، وكانت في حاله غليان في درجات الحراره وارتفاع رهيب في نسبه الرطوبه، فالجو القاسي ده ان شاء الله مش هيتكرر تاني الفتره اللي جايه، مش كده برضو؟ يعني لحد نهاية أغسطس ممكن يحصل فيها موجات ارتفاع في درجات الحرارة، لكن إن شاء الله ما تكونش بنفس المدة. يعني لو حصل حتى ارتفاع ملحوظ في الحرارة، احنا بنقول لحد بداية الأسبوع اللي جاي أو منتصف الأسبوع اللي جاي مش هتكون الارتفاعات الملحوظة، يعني أعلى درجة حرارة ممكن نوصل لها 35 درجة مئوية، لكن في شهر أغسطس ككل ممكن يحصل ارتفاعات ملحوظة، لكن مدتها هتبقى يوم 2 بالكثير، تعلى فيهم درجات الحرارة ثم تعود تاني درجات الحرارة للمعدل أو أقل من المعدل، لكن مش هتكون بنفس طبعا القسوة اللي احنا شفناها في شهر 7 أو حتى بداية شهر 8. وتدريجي كمان احنا مع نهايات 8 بداية 9 هنبدأ نشعر بمزيد من التحسن، لأن المعدلات كمان الشهرية بتبدأ لدرجات الحرارة تنخفض مع بداية 9 ونسب الرطوبة كمان تبدأ تنخفض. هو زمان يعني زمان كان شهر 9 بيتلبس فيه جيليهات وبلوفرات لما كنا صغيرين وبنروح المدارس، لكن دلوقتي يعني حتى الصيف اللي فات واللي قبليه كان في ارتفاع في درجات الحراره حتى لغايه نهايه شهر 9، فبرضه هل ده متوقع تكراره ان شاء الله الشهر الجاي؟ هو احنا خلال هذا العام متوقع ان ممكن يكون في شهر 9 درجات حراره حول المعدل اللي هي بتتراوح ما بين 33 34 درجه مئويه، ده معدل الشهر
آخر لشهر 9 اللي احنا متعودين عليه. أوكي. لكن هي الفكره ان التوزيعات الضغطيه ممكن تختلف، ممكن في بعض الايام بالفعل يحصل فيها ارتفاع او انخفاض، لكن ناكد ان دايما شهر 9 بيكون اقل من شهر 8، فان احنا شهر 9 ان شاء الله هيكون درجات الحراره فيه احسن بكثير من شهر 8. نسب الرطوبه تحديدا كمان هنبدا نشعر ان هي بتقل، لان احنا خلاص بيبقى بنقترب من فصل الخريف ان شاء الله مع 23 سبتمبر او 23/9 هيبدا فصل الخريف. هو دايما احنا في الفصول الانتقاليه زي الخريف والربيع بنقول هي بتاخد من سمات الفصول القبليه والبعديه، فاحنا حتى النص الاول من الخريف بيبقى فيه يعني موجات ارتفاع في درجات الحراره، لكن مش بتبقى بنفس الشده اللي احنا بنشوفها في الصيف. فلسه الصيف بيبقى مكمل معانا فتره كده مع بدايه الخريف، لكن مش بنفس القسوه طبعا، يعني تبقى اقل درجات حراره بين فصل الصيف. عموما ربنا يطمنك يا دكتوره منار، وبشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. كانت منورانا دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وكلامها مطمئن الى حد بعيد. الحمد لله رب العالمين.